آمال بتحقيق أهدافها. باشاغا يحذر من استغلال تحرك قوات الكرامة في الجنوب سياسيا، وموغريني تدعو إلى تحييد النفط عن الصراع. السراج يطالب بإزالة ليبيا من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، ويؤكد توجه وفد رسمي لبروكسل لبحث القضية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ نشرتنا بتغطية عن احتفالات الذكرى الثامنة لثورة 17 من فبراير. انطلقت في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس وعدد من المدن الأخرى الاحتفالات بالذكرى الثامنة لثورة 17 من فبراير. وتجمع المواطنون خلال الاحتفالات التي أقيمت في البيادين والساحات العامة، معربين عن أملهم بأن تحقق الثورة ما خرجوا لأجله من حلم. وكان رئيس اللجنة العليا للاحتفالات إبراهيم الخليفي قد أعلن انطلاق احتفالات العيد الثامن للثورة في طرابلس والمدن الأخرى في وقت باشرت فيه مديرية أمن طرابلس بإغلاق بعض الشوارع لتسهيل الحركة المرورية منعا لأي خروقات أو تجاوزات أمنية. ولنقل أجواء الاحتفالات ينضم إلينا من العاصمة طرابلس مراسلنا عبد الرحيم عطية. عبد الرحيم، ضعنا في صورة احتفالات اليوم التي يزدان بها ميدان الشهداء. عبد الرحيم، إذا كنت في الاستماع، إذا كنت تسمعني عبد الرحيم، ضعنا في صورة هذه الاحتفالات الآن في ميدان الشهداء. نعم عبد الرحيم، عبد الرحيم إذا كنت في الاستماع، ضعنا في صورة احتفالات اليوم في ميدان الشهداء إذا كنت في الاستماع. بالفعل، يعني بالفعل كما ترون في الخلفية ورائي، الآلاف هنا في ميدان الشهداء تجمعوا في هذا الطقس الممطر البارد في هذه الليلة. كانت هناك وصلات غنائية نقلناها لكم على الهواء مباشرة. معي الآن السيد أبو بكر جنون المدير التنفيذي لاحتفالية كرنفال ليبيا، نسأله بعض الأسئلة حول هذه الكرنفالية. بداية سيد أبو بكر، يعني لقد اخترتم عنوانين، البركة في الشباب، واخترتم عنوان كرنفال ليبيا سلام، ما سر اختياركم لهذين العنوانين؟ العنوان الأول أكيد كرنفال ليبيا للسلام، اللي هو يعني شفنا اليوم الاحتفالية يوم 16 فبراير. أكيد ليبيا محتاجة السلام، محتاجين الرايات البيض، محتاجين الوئام، محتاجين أكيد كل المدن الليبية يعمها السلام، وهذا شعارنا وشعار أي احتفالية وأي منشط يكون في ليبيا، أكيد شعار السلام. البركة في الشباب رمزتم بها إلى الشهيد عبد الرحمن المزغي، ماذا يعني عبد الرحمن المزغي لكم؟ يعني لي شخصيا يعني الكثير، رفيق واكيد صديق الشهيد عبد الرحمن المزغي. وشعار البركه في الشباب شعار كان يردده الشهيد عبد الرحمن المزغي دائما، البركه في الشباب، البركه في الشباب، وكان يحفز كل الشباب ويشد على ايديهم. وكان الشهيد عبد الرحمن المزغي السنه الماضيه احتفاليه 2018 هو المدير التنفيذي للاحتفاليه، ابو كل التيم وكل الفريق المشرف على الاحتفالية 17 فبراير، ان احنا السنة هذه تكون روح الشهيد عبد الرحمن المزغي موجودة معنا وتواكب كل التفاصيل وكل التجهيزات
وحملنا هذا الشعار، واكيد البركه في الشباب، وهذا شعار اكثر من رائع لان الطاقات اللي موجوده في ليبيا كلها طاقات شبابيه، والمجتمع الليبي مجتمع شبابي. شكك بعض الناس يعني ان تخرج طرابلس في احتفاليه، خاصه وانها خرجت من حربين فقدت فيها ابنائها، فقدت فيها بعض الخسائر، يعني ما معنى ذلك؟ ما هي الرساله من هذه الاحتفاليه؟ نعم، نحن نتكلم عن طرابلس. طرابلس هي فسيفساء، طرابلس هي الحياه، طرابلس هي رغم الحربين اللي انت ذكرتهم ورغم بعض المشاكل اللي تحدث في مدينه طرابلس، بس هذه طرابلس عروس البحر. من لا يعرف طرابلس هي امامه، هذه طرابلس. نعم، ما هي رساله فبراير في عيدها الثامن؟ ما هي رساله فبراير؟ رساله فبراير في عيدها الثامن هي جزء لا يتجزأ من الشعار اللي احنا رافعينه، اللي هي الشباب، البركه في الشباب. واكيد نشكر كل الشباب القائمين على تنظيم هذه الاحتفاليه، كل الكادر، كل اللجان شباب، كل اللي موجودين شباب، كل اللي قائمين على الحفل شباب، الفنانين اللي حيغنوا ان شاء الله في سهره غدا باذن الله شباب وشباب ليبيين يعني باذن الله تعالى. حدثنا عن برنامج يوم غد، ماذا سيكون؟ هو انا مش مخور ان اتكلم في شؤون اللجنه الفنيه. السيد، اكيد تحياتنا للسيد سليمان قشوط، هو اللي مرتب موضوع الحفل الفني، لكن على حسب درايتي انها حتكون الفنانه التونسيه نوال الغشام، ومن خلال الفنانه نوال الغشام حنبعث رساله على الاقل الى الشقيقه تونس او الدول العربيه انها فنانه مثل الفنانه نوال غشام موجوده في ميدان الشهداء غدا باذن الله، حتغني ومعها نخبه من الفنانين الليبيين الشباب. تمام، شكرا جزيلا لك. عفوا، شكرا لكم. من المفترض ان يكون معنا المقدم هاني اللافي بعد قليل، وهو رئيس الخطه الامنيه هنا في ميدان الشهداء، وهو قد اتانا الان. يعني المقدم هاني، يعني حدثنا عن الخطة الأمنية الموضوعة، من اشترك فيها من أجهزة أمنية، حدثنا عنها، يعني كيف استعدتم لها؟ أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا الخطة الأمنية هي أسرار، تعتبر سر من أسرار الدولة، لكن أنا نعطيك الملخص. هي جميع الأجهزة الأمنية شاركت فيها، جميع الأجهزة الأمنية سواء شرطة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، والأمور طيبة يعني بالكامل، جميع الأجهزة الأمنية متعاونة ومتجانسة في بعضها، وإن شاء الله نقدر نكون حسن ظنكم كمواطنين وحمايتكم. يعني الأمور الأمنية تسير على وتيرة جيدة هذا اليوم، هذه الليلة. والله الحمد لله، اللهم لك الحمد، أنت تشبح في الميدان قدامك والناس محتفلة والمنصة والفرق الغنائية، والحمد لله الأمور طيبة يعني بالكامل. يعني هل يوم الاحتفالية بعيد فبراير تكون فرصة لجميع الأجهزة الأمنية أن تتوحد وأن تخرج بمظهر يعني ممتاز؟ يعني لماذا لا نراها حتى بعد فبراير يعني بنفس الكيفية وبنفس خطة العمل وبنفس التيم، روح الفريق؟ والله هي شبه من قبل زي روح الفريق، انت ممكن ما تبالكش لان عمل ميداني كله، لكن الاحتفالات هي تبالك لان هم كلهم يشاركوا فيها، في استضافه يعني من فوق راس الهرم مديريه امن طرابلس، وتتقسم الاجهزه الامنيه الاخرى. نعم، شكرا جزيلا لك. العفو، شكرا شكرا شكرا. ومن احتفالات طرابلس إلى احتفالات مصراتة، وينقلها لنا مراسلنا إبراهيم العبدلي. إبراهيم، كيف هي استعدادات مصراتة للاحتفال بالذكرى الثامنة للثورة؟ إبراهيم، هل أنت في الاستماع إلي؟ إبراهيم العبدلي، هل أنت في الاستماع الآن؟ يبدو بأننا نواجه مشكلة في التواصل مع إبراهيم، لا أعلم إن كنت في الاستعداد الآن. ننتقل إلى الزاوية إذن، ينضم إلينا مراسلنا تامر منير. كيف هي استعدادات الزاوية تامر؟ نعم، انطلاق الاستعدادات بدأت بإجراءات اتخذتها مديرية أمن الزاوية بوضع خطة وصفتها بالمحكمة لتأمين الجماهير المحتشدة في ميدان الشهداء بمدينة الزاوية، وتشارك فيها كافة الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الزاوية بالإضافة إلى الإدارة العامة للأمن المركزي.
توافدت اليوم الحشود لميدان الشهداء حقيقة هي منذ يوم الأمس، ولكن اليوم تظهر بشكل أكثر كثافة. كان هناك في برنامج الحفل العديد من الفقرات من بينها عروض للفروسية والخيالة بالإضافة إلى السيارات الكلاسيكية وأيضا نادي 218 للسيارات والرياضات الميكانيكية. زد على ذلك إيقاد الشعلة وهي الإذان الرسمي بانطلاق احتفالات الذكرى الثامنة لثورة 17 من فبراير معلنينها منذ مساء هذا اليوم. حقيقة برنامج كثيف ومليء جدا عدته الهيئة العليا لاحتفالات الذكرى الثامنة في مدينة الزاوية ستنطلق منذ صباح يوم الغد بإذن الله تعالى. طيب هل سيشهد الغد أي حضور رسمي من أي جهة رسمية؟ نعم، بالإضافة إلى السلطات المحلية المتمثلة في مجالس الزاوية البلدية سواء كان مجلس الزاوية البلدي أو مجلس الزاوية الغرب أو مجلس الزاوية الجنوب، هناك معلومات عن حضور رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لمشاركة الجماهير هذه الاحتفالات بهذه المناسبة، بالإضافة إلى بعض الوزراء السابقين سواء كان في هذه الحكومة أو الحكومة السابقة. وردتنا معلومات أنهم سيكونوا من بين الحضور والمتجمهرين احتفالا بالذكرى الثامنة لثورة 17 من فبراير. طيب المواطن في الزاوية كيف سيستقبل هذه الذكرى؟ كيف استقبلها اليوم وكيف سيكون الأجواء غدا يعني؟ نعم، حقيقة هو الميدان الآن فيه خشود كبيرة جدا من المواطنين بمختلف الفئات العمرية سواء كان من كبار سن أو أطفال أو شباب، كلهم كانوا موجودين ومتلبسين. حقيقة يقولون بأن الواقع الذي نعيشه الآن بالرغم من ضبابيته وبالرغم من سوء الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أنهم يستذكرون ويستحضرون تلك السنوات الأولى للثورة سواء كان في عام 2011 أو السنوات القليلة التي عقبتها 2012-2013، ولا يحملون حقيقة ما آلت إليه الأمور الآن للثورة، كون هناك من وصفوها بالدخلاء وبالدول التي تسعى لعرقلة مسيرة هذه الدولة على ما حدث أو على غرار ما حدث في بعض من الدول الأخرى المجاورة التي شهدت ثورات تابعة للربيع العربي. نعم. أشكرك تامر منير مراسلنا من مدينة الزاوية. أما مراسلنا إبراهيم العبدلي من مصر قد نعود إليه في سياق هذه النشرة. وبعد مرور 8 سنوات على اندلاع ثورة 17 من فبراير، ما يزال المواطن متعطشا لقطف ثمار الثورة. وتعاني ليبيا، دعني أكملها أزم أنا، وتعاني ليبيا منذ سنوات أزمات سياسية واقتصادية كالتهميش وتنامي معدلات البطالة، إلى جانب تعطل أغلب المشاريع التنموية والتعليم والصحة وغيرها. منذ 8 أعوام تعيش ليبيا على وقع صراع سياسي مسلح على السلطة، دفعت البلاد فاتورته من دماء شبابها، وما يزال الليبيون يبحثون عن الدولة ولم يلح بعد ضوء في نهاية النفق في انتظار اختبار الانتخابات. يعني الأزمات صبح متراكمة من السنة الأولى إلى غاية 8 سنة، يعني قاعدة الأزمات تتفاقم من اقتصادية سياسية، يعني حتى السياسيين للأسف الشديد اللي احنا حلمنا أن نكونوا فيه ديمقراطية وفي كده من بداية المؤتمر الوطني ألا وطني الحقيقة، يعني نقولها هيك إلى البرلمان التجربة هي الثانية، يعني ضيعوا البلاد، ما كانش فيه اتفاق سياسي يعني ينقذ هالبلد هدايا الطيب. الصراحة الناس هذه اللي قاعدة تعاني. الأزمات المعيشية المتواصلة منذ سنوات من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة ونقص في السيولة المالية في المصارف كانت سببا في نزوح الكثيرين في البلاد، لا سيما في المناطق النائية منها. وما ندعو إلا حاجة واحدة بس، إن شاء الله يلم الليبيين ووحد صفهم ويجمع كلمتهم على كلمة الحق. إذا كان نبو مسلك الأمان، لا دوة انتخابات، لا رئيس ولا برلمان بدون استقرار أمني داخل البلاد وبالأخص داخل العاصمة. يسهم استمرار الأزمات الحالية في البلاد مع تواصل العنف والفوضى في مزيد تدهور الأوضاع الإنسانية في ليبيا وتراجع الأوضاع الاقتصادية وما يصاحبها من تداعيات على الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي. إذن ينضم إلينا مجددا من مصر مراسلنا إبراهيم العبدلي. إبراهيم، ضعنا في صورة استعداداتكم في مصر للاحتفال بالذكرى الثامنة للثورة. إبراهيم إذا كنت في الاستماع. ها
هل تسمعني إبراهيم؟ إذا كنت في الاستماع ضعنا في صورة هذه الاحتفالات في مدينة مصراتة. إذن فيما يبدو أننا نواجه مشاكل مع مراسلنا إبراهيم العبدلي في التواصل معه، نواصل النشرة. هذا وتستعد منطقة فشلون في العاصمة هذه الأيام للاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 17 من فبراير، حيث تطوع أبناء المنطقة لتزيين الأماكن العامة بأعلام الاستقلال. كاميرا ليبيا الأحرار رصدت استعدادات الاحتفالات عبر تزيين مداخل الشوارع وسط أمال وتطلعات، أي تطلعات الأهالي بتفعيل وتحقيق الأهداف التي جاءت بها الثورة. نتابع. فشلون، شرارة الثورة في طرابلس، حيث قدم البسطاء أرواحهم وما يملكون وقوداً لها منذ ساعاتها الأولى. بعد مرور 8 سنوات، ها هي تتلون بألوان الفرح الزاهية، تظللها أرواح الشهداء وترتفع في سمائها أعلام الاستقلال. مناسبة ذكرى 17 فبراير في منطقة فشلوم، في كل سنة نحيو فيها الثورة هذه ونترحموا على الشهداء، ونعرف أن البلاد تمر بأزمة وتمر بحاجات، وبإذن الله بإذن الله البلاد حيصير منها وبشبابها وبأبنائها حنبنوها إن شاء الله، وثورة 17 فبراير كل عام يحلو اللقاء إن شاء الله، وربي يحفظكم إن شاء الله. ينشغل الشباب هذه الأيام بتجهيز شارع فشلوم الرئيسي والأزقة المتفرعة منه للاحتفال، فمظاهر التنظيف والترتيب ونقل المخلفات مع تعليق الزينة هي أبرز ما يشاهده المارة من الشارع. وتتناهى إلى أسماعهم بين فترة وأخرى أصوات الشباب المتحمس للفرح وعبارات الترحم على الشهداء والدعاء للبلاد بأن يتحقق حلم الثورة. إذن ينضم إلينا مجدداً مراسلنا إبراهيم العبدلي من مصراتة. ما هي استعداداتكم، أو دعنا في صورة الاستعدادات في مدينة مصراتة إبراهيم؟ نعم إبراهيم. آزم، الحقيقة الاحتفالات اليوم بدأت كما هو مخطط لها من اللجنة العليا للاحتفالات هنا في مدينة مصراتة. في مساء هذا اليوم وفي أمام قاعة الشهداء بدأت فرق الفنون الشعبية التي جاءت من مختلف المدن الليبية بالتجمع هنا، وكذلك فرق فنون من الجاليات العربية الموجودة هنا، من الجالية السودانية وكذلك الجالية السورية والجالية المغربية، تجمع هنا أمام قاعة الشهداء. ومن ثم بدأ الاحتفال أمام سارية العلم. خلفي رفع علم الاستقلال في مساء هذا اليوم بعزف نشيد الاستقلال بفرقة النحاسية للكشافة، ومن ثم بدأ المسير في اتجاه قاعة الشهداء من جديد لإيقاد الشعلة هنا. للحديث أكثر حول الاحتفال اليوم وكذلك احتفالات الأيام القادمة، ينضم إلي هنا الآن سيد أنور التير رئيس اللجنة الإعلامية للاحتفالات هنا لنتحدث أكثر عن الاحتفالات في مدينة مصراتة. سيد أنور، ضعنا في جدول الاحتفالات الذي وضعته اللجنة العليا للاحتفالات في مدينة مصراتة. أخوي إبراهيم، كما تعرف دائما هي احتفالات فبراير احتفالات حقيقية، احتفالات شعبية، حتى وإن وجدت لجان التنسيق للتنظيم والتنسيق فقط. الأجواء كانت رائعة، الطقس كان جميل ومناسب جدا. كما ذكرت بدأ المسير إلى سارية العلم ورفع علم الاستقلال مع عزف نشيد الاستقلال لفرقة الكشافة والمرشدات، ومن تم إيقاد الشعلة ومشاركة العديد من الفرق الليبية، سواء كانت من الجنوب الحبيب فرقة غات وأوباري، وأيضا فرقة طرابلس الفنون الشعبية، وفرق الجالية السورية والجالية المغربية والجالية السودانية. كانت أجواء جميلة جدا، ومن تم في سهرة مسائية شعرية يشارك فيها العديد من الشعراء الليبيين، لما جميلة جدا. شعار هذا الاحتفال وهذا العام هو فبراير نهضة وطن، وهذا يعني الأجواء كما تشاهدون أجواء رائعة، أجواء شعبية جدا يعني. طيب، ماذا عن جدولة الأيام القادمة؟ غدا إن شاء الله سيكون هناك الاحتفال الرسمي باستعراض
جل المشاركين معنا من فرسان والكشافة والمرشدات والخدمات وكل المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة داخل المدينة. أيضا سيكون هناك حفل فني سهر يشارك فيه من العديد من المحتفلين بفبراير من فنانين ليبيين من كافة المدن الليبية، وعودة لفرق من مصراتها كفرقة ليل لونس وفرقة ندى والفنان محمد بوشعالة وعديد الفنانين المشاركين في احتفالية شعبية رائعة سنشاهدها يوم غد إن شاء الله. نعم، شكرا جزيلا لك سيد أنور تير رئيس اللجنة الإعلامية للاحتفالات في مدينة مصراتة. كان هذا اليوم نريد الإشارة إلى التواجد الأمني الحقيقة لجميع الأجهزة الأمنية في مدينة مصراتة، كانت متواجدة وحاضرة اليوم لتأمين احتفال هذا اليوم أو انطلاق الاحتفالات في مدينة مصراتة. أغلقت كافة الشوارع المؤدية لشارع طرابلس لتسهيل حركة المارة، وحتى الآن كما تشاهدون خلفي لازالت الاحتفالات مستمرة في مدينة مصراتة، وأيضا الأمسية الشعرية التي انطلقت قبل ساعة ربما تقريبا من الآن لازالت مستمرة طيلة هذا المساء. ربما هذه هي الصورة بشكل مجمل لاحتفال اليوم وأيضا عن جدولة الأيام القادمة حتى يوم 20 في مدينة مصراتة. إبراهيم العبدلي مراسلنا من مصراتة، شكرا جزيلا لك. ونبقى مع الاحتفالات بذكرى الثورة، حيث أعادت ثورة 17 من فبراير الأمل إلى نفوس أمازيغ ليبيا في بداية مرحلة جديدة تنهي عقودا من التهميش الثقافي واللغوي. اليوم وبعد 8 سنوات من سقوط القذافي يشتكي الأمازيغ من محاولة تهميشهم من جديد. التقرير التالي والتفاصيل. تظل وجهات النظر داخل المجتمع الأمازيغي متباينة حول ما إذا حققت لهم ثورة 17 من فبراير شيئا من مطالبهم واستحقاقاتهم المنشودة أم لا، بعد أن دفعوا بأبنائهم في عدة جبهات خلال حرب التحرير. قطاع واسع من الأمازيغ يؤكد على ضرورة الاعتراف بحقوقهم وهويتهم بعد أن حرموا منها طيلة 4 عقود. طالب الأمازيغ بأن تكون اللغة الأمازيغية واللغة العربية لغتان رسميتان بمعنى الرسمية، وأكد على معنى الرسمية في الدولة الليبية، وهذا لم يتحقق. والمطلب الثاني هوية الليبية، طلبنا بأن تكون الهوية الليبية هوية ليبية محضة تنبع من الأمة الليبية، وهي هوية جامعة تجمع عربا وتبوا وأمازيغ. وهل فيه تحسن نوعا ما بالنسبة للهوية؟ بسيط، وما تحقق منكم من مطالب اللي هو مطلب بسيط ولكن لازال مش محمي دستوريا، اللي هو قانون رقم 18 لصدر المؤتمر الوطني بتدريس اللغة الأمازيغية في المدارس في المناطق الأمازيغية، وهذا لازال. البعض وهم القلة يرون أنهم قد تحصلوا على بعض المطالب، خاصة على مستوى الحقوق الطبيعية لأي مكون من مكونات المجتمع كترسيم اللغة الأمازيغية وتدريسها ضمن المناهج في المؤسسات التعليمية الحكومية. ضمن إنجازات دورة 17 من فبراير إن بدينا إحنا في مكتب سجل مدني جادو نقوم بتسجيل مواليد الأسامي الأمازيغية. في السابق في نظام القذافي كنا محرومين من تسجيل الأسامي هذه الأمازيغية، وتوا بعد الإنجازات هذه من ضمن مكتسبات الأمازيغية. طبعا هذه واحدة من المكاسب اللي كنا نجري عليها قبل وما حصلناهاش، تو الحمد لله حصلناها. وتو في برنامج دستر تو جماعة يجوا عليهم، جماعة مكتب المجلس الأعلى للأمازيغ، وإن شاء الله يديروا فيهم رأي. مع حجم هذه الإخفاقات تصر المدن الأمازيغية على الاحتفال كغيرها من مدن ليبيا بثورة فبراير، حيث يخرج الآلاف منهم إلى الشوارع رافعين أعلامهم الخاصة المخططة بالأخضر والأزرق والأصفر مع رمز تيفيناغ الأحمر الذي يتوسطها بجانب علم الثورة الليبية. وبعد 8 سنوات من الثورة تعيش مدينة القلعة التي تمكنت من فك حصار كتائب القذافي لها إبان أحداث الثورة
واقعا متناقضا بين الفخر بالثورة وتواصل حالة التهميش. ويأمل المواطنون في القلعة في تحقق المزيد من المطالب الاجتماعية والاقتصادية، بداية من حرية التعبير مرورا بالتنمية وتحسين الخدمات العامة خلال السنوات المقبلة. منذ أن تعالت أولى الأصوات المنادية بإسقاط نظام معمر القذافي في ليبيا، التحم أهالي مدينة القلعة بركب الثورة مناصرة لإخوانهم في بنغازي، ردا للظلم والإقصاء والتهميش الذي عانى منه أمازيغ ليبيا عموما وأهل القلعة خصوصا. في شهر 2 2011 انتفضت مدينة القلعة والتحقت بركب الطوار 17 فبراير، وتم إحراق متابة القلعة، وتم إحراق متابة يفرن طوار القلعة وطوار يفرن مع بعض وطوار كيكلة. فسمعنا بمخازن الذخيرة في القرية، فأطلعنا مجموعة معينة وجبنا ذخيرة لهالمنطقة هذه، وحصرنا الجيش كان في منطقة صفيت ظهر القلعة ومدينة يفرن وبير عياد من تحت، فكان الجيش متوق هالمنطقة هذه من جميع النواحي. وقعدنا شهر 2 وشهر 3 وشهر 4 حاصرنا الجيش، وبفضل الله تمكننا من دحر جيش طاغية إلى منطقة القواليش. حرية التعبير مرورا بالتنمية وتحسين الخدمات العامة والتعليم الجيد وصولا إلى نظام صحي أفضل، مطالب بسيطة يسمو إليها المواطنون اليوم في مدينة القلعة على مدار السنوات الثماني التي مضت من عمر الثورة. الحمد لله يعني فيه تغير، يعني يكفي أني أنا كمواطن أني نتكلم بحرية، وإن كان الشيء هذا مطموس ما تقدرش تتكلم، ما تقولش رأيك، ما تقولش حريتك، لكن طول الحمد لله هذه أبسط شيء أنك أنت حر تتكلم بحرية، تقول لي عندك، تقول قبل ولو تقول كلمة تلقى روحك بعد ثواني أنت مهناش منتهي، لكن طول الحمد لله يعني نتكلموا بحرية. إحنا أبسط شيء لغتنا الأمازيغية، أنا عندي بنت ما قدرتش نسميها في عهد الطاغية. ورغم ما تعيشه المدينة من بعض الصعوبات، إلا أن العديد من مواطنيها يرون أن هناك الكثير من الإيجابيات تحققت بفضل الثورة، خاصة فيما يتعلق بالشأن الأمازيغي والمطالب المشروعة مثل ترسيم اللغة وحرية التعبير. للحديث أكثر ينضم إلينا عبر أو من مكتبنا في طرابلس المحلل والأكاديمي فرج دردور. كيف ترى خروج الناس اليوم بشكل عفوي؟ هل ثمة دلالة رمزية لهذا الخروج رغم التحديات التي تواجهها الدولة والثورة؟ مساء الخير لك ولزميلك والمشاهدين الكرام. أهلا بك. في الحقيقة هو يعني اسمها مثل ما يقولوا فيها هي احتفالية، وبالتالي نحن يعني نحترم شعور الناس، وفبراير هي حركة تغيير بالتأكيد، يعني تواكب حركة التاريخ كانت لابد أن تقوم، يعني لا يستطيع أحد أن يكبحها لأنها أمر طبيعي مثلها مثل أي تغير في 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 طبيعة البشر، وبالتالي قامت حضارات وانتهت، وهكذا هي ثورة فبراير، إذن هي تواكب حركة التاريخ، وكل يعني لابد هناك كثير من الناس لديهم إحساس أو شعور بأنهم يعني يفرحون بها ويخرجون. ولعل من أهم مكاسب ثورة فبراير أنها جعلت للناس حرية الاحتفال بها، حرية بطريقة الخاصة، هناك من يحتفل في البيت، هناك من يخرج للشارع، وهناك أيضا من لا يريد أن يحتفل أو ينظر لها بمنظار آخر، وهذا أيضا حر. وأعتقد هذا هو في حد ذاته مكسب، لأن الناس لا تجر إلى الاحتفالات وإنما تخرج بإرادتها، والذين يجلسون في بيوتهم وغير راضين أيضا لا يجبرهم أحد، لا يتحدث معهم أحد بهذا الموضوع. وبالتالي أنا أعتقد هذا هو في حد ذاته مكسب، على الرغم من أن حقيقة أهداف ثورة فبراير التي رفعت في البداية لم تتحقق ليس بسبب فبراير ذاتها، وإنما بسبب الانتكاسات التي حصلت نتيجة إشكاليات في الغالب هي ثقافية، أي الناس غير متعودة على السلطة وممارستها واحترام الرأي الآخر
وتداول السلمي لعرض السلطة والديمقراطية، وهي حقيقة عملية تنمو مع الفكر، أي بمعنى أننا لا نستطيع أن نأتي بوضع مثالي في الديمقراطية في دولة لم تتعود عليها أو لم تعود عليها الشعب في حياته، وبالتالي نحن نحتاج إلى مزيد من الجهد حتى ننمي فكرة الديمقراطية في عقول الناس. وأما الأخطر حقيقة، أما الأخطر هو الانتكاسة أو العودة إلى الخلف أو الرضاء بنظام ديكتاتوري يقمعنا ويعني يضيق على حرياتنا بحجة أن الوضع الآن مأساوي. نحن الوضع مأساوي حقيقة لا شك في ذلك، ولكن لا ننسى نحن جزء منه، يعني نحن من ساهم فيه. الذين يتقاتلون اليوم ليسوا من الخارج، هم ليبيون، وبالتالي لابد أن نعمل على تغيير أنفسنا، ولابد أن ننظر إلى المستقبل بمنظار يواكب القرن 21 وليس بمنظار الستينات والخمسينات، يعني يجب أن نتقدم مهما واجهتنا من صعاب. طيب ما الذي يجب أن تفهمه النخبة السياسية والسلطات المحلية من هذه الرسالة اليوم، من خروج الناس بشكل عفوي في الميادين وإن كان في بعض المدن؟ هذا يعني يجب أن يفهموا أن الناس قبلت بالتغيير وتريد التغيير، وأن التغيير يجب أن يشمل هذه النخبة السياسية. لابد يعني ثورة فبراير عندما أتت لم تأتي على أساس يبقى أشخاص أو أجسام تبقى يعني تتخاصم مع بعضها وتبقى على قلوبنا يعني سنوات طويلة، وإنما أتت لترسيخ مادة الديمقراطية وهو التداول السلمي على السلطة. هذا التداول حقيقة لم يحصل لغاية الآن، وبالتالي أنا أعتقد لازم يفهموا أن هؤلاء الناس خرجوا في البداية يوم 17 فبراير من أجل التغيير، ويخرجون اليوم من أجل ترسيخ التغيير. والتغيير يعني التطوير، أي بمعنى انتقال من السلبية إلى الإيجابية، من يعني من السيء إلى الأفضل. هذا هو معنى التغيير، بمعنى هذا ما يجب أن يكون عليه حقيقة. الناس اللي خرجت اليوم غير مسؤولين عن الفوضى اللي في ليبيا السياسية، هم يعني أرادوا دولتهم أو تمنوا أن تكون دولتهم في مصاف الدول المتقدمة، ولكن للأسف الشديد الأمر يعني جرت الرياح بما لا تشتهي السفن. أنا أعتقد هؤلاء الناس يشتهون الديمقراطية والحرية ويريدون بلدهم في أحسن صورة، ولكن الأمور السياسية انسدت ليس بسببهم ولكن بسبب الواقع الأليم اللي نعيش فيه. وأنا أعتقد هناك كثير من الناس اليوم ربما تتدمر من هذا الوضع، ولهذا لا تريد أن تشارك، ولكن أنا أعتقد هم طبعا أحرار لا أحد يجبرهم، ولكن أنا أعتقد أن الناس يجب أن أيضا تساهم في العمل، وهي الثورات والتغيير دائما عمل وليس يعني سلبية أو سكوت أو انتظار الآخرين ماذا يفعلون. يجب أن تبادر، يجب أن تعمل، يجب أن تتقدم، يجب أن تحس بالمسؤولية بالوطنية. كل هذه الأمور حقيقة لابد أن يشترك بها الناس بعقل جماعي وبعمل جماعي. بالتأكيد الدول ستنتظر، هكذا قامت ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وهكذا أيضا اليابان وماليزيا. كل هذه الدول حقيقة تعرضت لانتكاسات وإشكاليات، ولكنهم لم ينتكسوا إلى الخلف ولم يعودوا إلى الخلف، وإنما اجتهدوا وعملوا وتقدموا، وهم اليوم نراهم في مسافة متقدمة. وبالتالي أنا أعتقد أن التطور والتقدم والازدهار يجب التقدم خطوات للأمام وليس رجوع الخايف اليوم. طيب بالحديث عن الخطوات سيد دردور، مراقبون يرون بأن أهداف الثورة التي جاءت من البداية من أجلها هذه الثورة لم تتحقق إلى الآن، هل أنت تذهب مع هذا الطرح؟ بالتأكيد هذا شيء معروف، يعني لا يمكن حقيقة أن يقبل الإنسان التغيير في الاتجاه السلبي. نحن اليوم على سبيل المثال لو قارنا الوضع قبل 2011 على الرغم أنه غير وضع غير لم يكن سوي، ولكن كان أفضل. هذا لا يعني أنه وضع يعني كنا راضين عليه، ولكن السبب حقيقة الانتكاسة التي حصلت جعلت الوضع، لكن في جميع الأحوال في كل الثورات وفي كل مراحل التغيير تحدث مثل هذه الارتدادات وهذه الإشكاليات، ولكن المحك الآن هل ننظر للمستقبل بعين القرن أو بالقرون السابقة؟ هنا الإشكالية، هناك حقيقة من يريد
أن يرجعنا إلى عصر الكهوف والعصور الغابرة ويعني صناعة الرموز والطغيان من جديد، والكلام هذا حقيقة. ثم يشتكون ويبكون وسوف يحتاجون إلى دماء جديدة في زمن ما حتى يتخلصوا من أمانهم اللي اليوم يتمنوا فيها. وأنا أعتقد دائما الإنسان يجب أن ينظر إلى المستقبل بعين ثاقبة وليس يعني اجترار الماضي ومحاولة الرجوع إلى الخلف. لابد أن ننهض، لابد أن نتقدم، لابد أن نحس بدورنا في بلدنا. صحيح الإشكاليات كبيرة، هناك كثير ناس تعرضت للظلم، هناك يعني ضياع للثروات وإهدار، ولكن هذا لابد أن نعلم أن هذه العقلية هي منتج، يعني منتج نتيجة التربية السابقة وليس تربيانيا. نعرف أن التربية انعكاساتها تأتي من 5 إلى 10 سنوات ولا تأتي، وبالتالي حتى التربية الموجودة اليوم سواء كانت في النهب أو السلاح أو كذا هي في الحقيقة نتاج تربية سابقة تربى عليها الناس. يجب أن نسعى جميعا على تعديلها، ومن ضمنها تعديل المفاهيم ونظرتنا للحرية والديمقراطية والحقوق والرأي الآخر ومعنى الديمقراطية. إذا نحن نحتاج إلى تنمية فكرية أولا شاملة تقوم بتغيير مفاهيمنا للحياة ونظرتنا للمجتمع، نغير نمط حياتنا أولا، وبالتالي أنا أعتقد نستطيع أن نتحرك من مكاننا. الرجوع إلى الخلف هو هذا. أشكرك المحلل والأكاديمي فرج دردور، كنت معنا من طرابلس. ونبقى في جبل نفوس حيث زارت كاميرا الأحرار صالح مخلوف أحد الثوار بالمنطقة ليستذكر أحداث الثورة في المدينة. وبعد مرور 8 أعوام على اندلاع ثورة فبراير، يشعر مخلوف كغيره من الليبيين بأن ثورة الحرية ما زالت بعيدة عن أهدافها. طور فبراير هذا أول ما بدأت أني كنت في مصراتة، وقتها كان عندي مواد بناء نجي في بضاعة من غاضي. اتصل بي أخوي قال لي روح للبلاد، راه في نض في بنغازي الثورة، قال لي احتمال يعني بيبدو هني، قال لي ما بكش تقعد غادي، لازم تركب للجبل. عاد نهدرز في مصراتة، يعني هي الثورة يشوفوا فيها يعني حاجة بعيدة على الليبيين، يعني بنحو القدافي هذه مش قاعد اقول لها باكي نغير في الحكم يتحسن احوال الناس ممكن، لكن بيتنحى النظام النهائي هذه من لون ما هيش قاعده. فتوجهت لطرابلس، ومن طرابلس ركبت لكاباو وقعدت يمكن يوم 18 كلام هذا يوم 18 فبراير. هم اللي كلمني اخوي في الليل، اخوي واحد تاني قال لي حرقنا متابة ثورية وهو طورة ناضت وكل شيء ناضت، معناه خلاص البلاد هذه لازم ندخلوها في الطورة. هذاك اليوم وبدأت عاد المعلومات هذه اللي ما عاد عرفناها، يوم يقولوا لنا كتائب يركبوا مغادي، يوم يقولوا لنا جيش، يوم يقولوا لنا تقدموا، يقولوا لنا وخروا، واحنا مش فاهمين شيء، قاعدين كنجروا يمين يساروا، سلاح ما فيش. لكن بعدها بيامات شورى سحبان هذا بيسلح الطوار متاعي القداف واش يسموه فيهم اللجان التورية، فقلنا ننصطاف باش نحصلوا منهم سلاح، نزلنا لكن ما حصلناش. كلمني بوي قال لي وين، قلت له قاعد في طرابلس، قال لي لا خلاص توجه للجبل تو وين حصلنا سلاح بيصلحوا كاباو على سنة ضد النظام مع النظام، يعني باش يوقفوا ضد الثوار. قلنا لا باهي، جابونا دفعات سلاح ممكن في حدود 1000 كلاشن حاجة زي هذه، تسلحوا الشباب، بعد ما تسلحوا نقلبوا على النظام. نضبط من أول أيامات الأولى تنضب، ما فيش ما جتناش معركة لهني بعيد علينا، فلقينا فرصة إن احنا تنظمنا والحمد لله. وبعدها طبعا المجموعة الثانية هذه اللي متخصصة في اللي زي ما تقول انت وما في جبهة بيمشوا، هادو مقاتلين قالوا احنا الحراسات هذه ما نقدرش نعسوا، لكن
في الحرب بنمشوا بنحاربوا. طبعا طورت 17 فبراير بعد مرور 8 سنوات. هي مش ندم ومش محبة، لكن هي الثورة نفسها نهضت للحرية، والحرية 8 سنوات ما شفناهاش، معناها هي الثورة فبراير لازم تستمر، تستمر ثورة الحرية. لكن فبراير في قلوبنا، في قلوبنا اللي هي ثورة الحرية ونهضت على الحرية، وإن شاء الله تتم على خير، لأن ما زالت هلبة. عبر وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي بشاغة عن أمله في أن لا تستغل قوات الكرامة بقيادة خليفة حفتر تحركها العسكري في الجنوب سياسيا لزيادة الانقسام. وقال بشاغة في لقاء مع قناة الحرة الأمريكية أن التحرك في الجنوب مقبول من الناحية الوطنية لتخليصه من الجريمة والهجرة وتهريب الوقود ومحاربة عناصر تنظيم الدولة والقاعدة حسب قوله. نعتقد احنا كليبيين انه في تصريح جديد قد يعكس موقف حكومة الوفاق من عملية تطهير الجنوب التي اطلقتها قوات الكرامة الشهر الماضي، وذلك بعد ان عبر وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغة عن امله في ان تؤدي قوات عملية الكرامة التي توجهت الى الجنوب دورها الوطني والا تستغل سياسيا لزيادة الانقسام. تصريحات تبدو منسجمة مع ما نفاه الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك من وجود أي خصومة بين الرئاسي وحكومته مع أي طرف ليبي، قائلا إن هدف الجميع على اختلاف مشاربهم هو مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأن حل الأزمة يمر عبر طاولة الحوار وليس بالعمليات العسكرية. لكنه يتناقض مع وصف الرئاسي بعد التصعيد الذي وقع في حقلي الشرارة والفيل النفطيين بالإرهابي، ومطالبة مبعوث ليبيا لدى مجلس الأمن الدولي المهدي المجربي المجلس باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه قصف قوات الكرامة لطائرة مدنية في حقل الفيل النفطي. وعلى إثر ذلك دعت وزارة الخارجية الأمريكية كافة الأطراف في ليبيا إلى المسارعة للمطالبة بوضع ترتيب أمني يضمن سلامة العمال في قطاع النفط، مشددة على ضرورة بقاء الموارد الحيوية تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس ورقابة حكومة الوفاق. وهو ما أكدته الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني دعمها الكامل لموقف حكومة الوفاق تجاه التطورات الأخيرة بالمنطقة الجنوبية، مشددة على ضرورة أن تكون حقول النفط تحت سلطة وإشراف حكومة الوفاق. وبالرغم من تحديد قوات الكرامة لأهداف العملية العسكرية في الجنوب، إلا أن هذه العملية أخذت منحا آخر عقب إعلانها عن التحرك تجاه باقي الحقول النفطية بالمنطقة، وفق ما ورد على لسان الناطق باسمها أحمد المسماري. من جانب آخر تصطدم التحركات العسكرية لقوات الكرامة مع مسلحين من قبائل التبو في عدة مناطق جنوب سبها، فهل يملك المجلس الرئاسي استراتيجية واضحة أمام ما تقوم به عمليات الكرامة في الجنوب بعيدا عن سياسة رد الفعل التي كان آخرها تعيين آمر للمنطقة العسكرية سبها التي لم تتضح جدواها إلى هذه اللحظة؟ من جهتها دعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إلى تجنب المزيد من المواجهات المسلحة في الجنوب والحفاظ على البنية التحتية النفطية وبقائها تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط. وأكدت موغريني في لقاءين منفصلين بكل من السراج وغسان سلامة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أكدت ضرورة المضي قدما في المؤتمر الوطني الذي تقوده الأمم المتحدة وإجراء الانتخابات بعد الاتفاق على الإطار الدستوري والقانوني المناسب وتسريع الإصلاحات الاقتصادية.
طالب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بإزالة اسم ليبيا من قائمة المفوضية الأوروبية للدول المتهاونة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال السراج خلال لقائه الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إنه كان على المفوضية الأوروبية التواصل معهم قبل إدراج ليبيا في مشروع قرارها. وضع ليبيا في قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب أثار حفيظة المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، إذ طالب رئيس المجلس فايز السراج بإزالة اسم ليبيا من القائمة خلال لقائه مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الدولي. السراج قال إنه كان على المفوضية الأوروبية التواصل مع حكومة الوفاق قبل إصدار مثل هذا القرار، مؤكدا أن وفدا ماليا واقتصاديا ليبيا سيبحث مع المسؤولين الأوروبيين في بروكسل التزام ليبيا بكافة متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا للمعايير الدولية. وفي وقت سابق أفاد السفير الليبي لدى الاتحاد الأوروبي حافظ جدور بأن القرار مجرد إجراء فني لن يبث فيه نهائيا إلا بتصويت أعضاء الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنهم يعملون على توضيح موقف ليبيا وتعاملاتها المالية الشفافة مع شركائها المحليين والدوليين. وعلى صعيد دولي وصفت الخزانة الأمريكية القرار بغير دقيق والمتناقض مع منهجية مجموعة العمل المالية العالمية، موضحة أن المؤسسات الأمريكية لن تأخذ لائحة المفوضية الأوروبية بعين الاعتبار. قائمة الدول عالية المخاطر تضم كل الدول التي تشكل تهديدا بسبب تقصيرها في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وتكمن خطورتها في التأثير السلبي على المدرجين بالقائمة وتعقد العلاقات المالية مع البنوك في الاتحاد الأوروبي وتجبرها على إجراء المزيد من الفحوصات على المدفوعات المتعلقة بكيانات الدول والمناطق المدرجة في القائمة. تحرك الرئاسي وما سبقه من تحفظ أمريكي بشأن القرار يثير تساؤل حول إمكانية إزالة اسم ليبيا من القائمة قبل الجلسة المرتقبة لأعضاء الاتحاد الأوروبي للتصويت على مشروع القرار. إذن بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. انطلاق الاحتفالات بالذكرى 8 لثورة فبراير بالمدن المختلفة وسط انتقادات توجه لها وأمال بتحقيق أهدافها. بشاغة يحذر من استغلال تحرك قوات الكرامة في الجنوب سياسيا، وموغريني تدعو إلى تحييد النفط عن الصراع. والسراج يطالب بإزالة ليبيا من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي ويؤكد توجه وفد رسمي لبروكسل لبحث القضية. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت لبالأحراد التيفي وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نشكركم لكرم المتابعة ونعود بكم الآن إلى احتفالات ذكرى 8 لثورة 17 من فبراير في بعض المدن الليبية. We'll be right back.